يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كثرة التفكير في الزواج حتى في الصلاة هل هذا من تعلق القلب بغير الله، وما علاجه؟ إذا كان محتاجا إلى الزواج ويفكر فيه فهذا لا يلام عليه، لأنه يريد تحصيل شيء هو بحاجة إليه ومما أباح الله سبحانه وتعالى، لكن لا يدخله في الصلاة، لا يدخله في الصلاة، إن في الصلاة لشغلة كما في الحديث، فيقتصر على الصلاة ويترك الأفكار في غير الصلاة، لأن هذا يقلل من خشوعه. نعم.